هاي حال حمص. نحن عم ننضرب بكافة المواد اللي الله محرمها دوليا بالصواريخ بالطيران بالدبابات، لا لنا إلا الله. حاصروا لأهل حمص خالص، لا كهرباء لا مياه لا شيء. حاصروا الأهالي بجورة الشياح، حاصروا الأهالي بالخالدية، حاصروا الأهالي بالغوطة، بالأمان حاطينهم هنيك للأهالي، قاموا طفشوا الأهالي وصاروا يضربوهم. ناشدتكم الله يا عرب، تعال فرج حال أهالي حمص يا أخي، فرج حال أهالي حمص. أنا بناشد الله وبناشد العرب وبناشد المسلمين يسرعوا بأسرع وقت ما يمكن. دكاترة ما في عنا، أدوية للجرحى ما في عنا، عنا من فوق 250 جريح يا أخي، أقسم لك بالله العظيم. يا ناشدتكم الله، يا ناشدتكم الله، يا ناشدتكم الله، تلاقوا لحالنا حل. ما عبدنا شيء يا أخي، بدنا بس دكاترة، بدنا دكاترة، مشافي ما عاد فيه، مشافي يا أخي الله وكيلك ما عاد فيه. هاي حالنا، غير هالبارودي ما بنملكها، هاي اللي شايفتها عينك يا أخي ليكا، هذا اللي بنملكه نحنا، والرشاش البكسي والقاذف الأربجي عم يضربنا بكافة المواد. فتنا على باب السباع من كام يوم، أقسم لك بالله العلي العظيم صار يضربنا بالمخدر، بالمخدر صار يضربنا يا أخي، بالمخدر يشل الأعصاب. مجرم هذا، مجرم بحق الأم العربية. هذا ما بس خطر على أهالي سوريا وحمص، هذا خطورة على كل دول العرب. أنا بناشد أبو متعب، بناشد ملك الكويت، بناشد ملك الأردن، بناشد ملك السعودية، لا قلنا حل لهالشغلة. ناشدتك الله يا أبو متعب تتسمع على حكي اللي عم أقول لك يا أنا هلأ. ناشدتك الله يا أبو متعب تتسمع على حكي هلأ. أهالي حمص عدم خالص، لا عاد في بيت، لا عاد في حيطان، لا عاد في شيء يا أخي. ناشدتك بالله ومحمد رسول الله، فرج على اهالي حمص يا اخي، شرف. هاي حالتنا نحن، لا عاد في دواء، لا عاد في شيء يا اخي، لا عاد في مي، لا عاد في كهرباء. حاصر العالم، المانو عم يضرب. نحن ما عاد انضربنا هلا بايران، وما عاد انضربنا بحزب الله، نحن عم ننضرب باسلحه روسيا، بدبابات روسيا، بصواريخ روسيا، عم بالطيران يطلع علينا يحلق وعم يضربنا بروسيا. هلا نحن صرنا عداوي بيننا وبين روسيا. اهل حمص ما بتسامح اهل روسيا، خلى الشعب يعرف انه الروس عم تضربنا، ان نحن بالذات عم يضربونا ان. يا اخي الله وكيلك وكيل السماء والارض. يا ناشدتك بالله يا شيخ الاسلام يا ابو متعب، انت بطل، انت بطل الاسلام، انت الكعب الشريف حرس الله وزاد شرف عندك، لا يحل الام الاسلاميه. انا اعتبرني ضيف عندك يا اخي، اعتبرني ضيف، وجيت عم اقول لك اهوتك ما بشرب الا طلب. ناشدتك بالله انا بكمش مسويتك، بس لا اهالي حمص، اهالي حمص انتبه على حمص، لا رحمه لنا يا جماعه، خافوا الله، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم بكافه المواد عم يضربنا اياها. انا من احياء حمص القديمي، انا حمصي ولا فخر، انا جدي رسول الله وخالد ابن الوليد والى الفخر. والله بدنا نقاتل لو ما عاد معنا الا هذا السلاح، والله لنقاتل فيه اذا بيضل معنا بس هذا، والله اذا بيضل ما بيضل غير هذا فلنقاتل فيه يا اخي، اقسم بالله العظيم اذا ما بيضل معنا غير هذا ما بنقاتل، والله ما بنطلع الا على دمنا. ناشدتك بالله يا ابو متعب محمد رسول الله، ناشدتك بالله انت وملك الاردن، يا ملك حسين، يا ملك حسين انت الشرف والناموس يا بني هاشم، يا ملك الكويت، يا قطر، ناشدتكم الله. عم يضربنا كافه انواع المسلمين، كافه انواع الاسلحه، والعزه لله والحمد لله رب العالمين. بس مشكيك الى الله يا بشار، اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، يا من بسطت الارض على ماء جمد، اللهم ان ضعاف فقونا، اللهم ان ضعاف فقونا، اللهم ان ضعاف فقونا. الشكوى لغير الله مزل.